الافتتاح الدراسي وهو الافتتاح الاجتماعي من ولاية وهران، حيث تفقدنا مدرستين، مدرسة أولى لصم البكم ومدرسة أولى نموذجية وهي جديدة. الإشراف على عن الوقوف انطلاق السنة الدراسية في ولاية تيزي وزو، اللي كان لي الشرف أنني رافقت السيد الولي في هذه الانطلاقة، ولاحظنا باللي كل الظروف ملائمة لنجاح السنة الدراسية. بهذه المناسبة استقبل قطاع التربية 5 مجمعات مدرسية جديدة، إضافة إلى فتح 4 أخرى، متوسطتين وثانويتين، دون إغفال هياكل الدعم التي استفادت منها الولاية. نقرأ 5 اليوم، جيت لي كول باش أنا فرحانة باش ندخل، نتمنى للتلاميذ الناجح. جيت نقرأ في المدرسة اليوم، أنا فرحانة. جيت هنا القاعة، طلعت جيت هنا أولى. جيت نقرأ لي كول 5 تلاميذ. كملنا العطلة، احنا دخلنا ناقل ان شاء الله نرجعنا كله يا رب. خرجت من العطلة نتمنى ننجح. نحب نخرج طيار، نقرا سنة ثانية ونحب نخرج جدار. قد حصل لي الشرف ان اعطي انطلاقة الموسم الدراسي 2019-2020 من ولاية بشار، وكانت لي مفاجأة كبيرة من طموحات وأحلام هذه التلاميذ، يعني يعطونا أمل كبير أن مستقبل البلاد يعني في أمان، وخاصة من هؤلاء التلاميذ الصغار.